يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضرت المسجد بعد انتهاء صلاة الفرض، إذا حضرت المسجد وقد انتهت صلاة الفرض ونبه الإمام عن الصلاة على الجنازة، فهل أنتظر حتى أصلي على الجنازة أو أصلي الفرض قبل؟ صل على الجنازة، لأن الجنازة تفوت، صلاة الفرض ما تفوت، صل على الجنازة تحصل على الأجر، ثم صل الفريضة الفائتة. نعم.